أبرز الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء أحمد عبادي خلال الجمع العام للمجلس الأكاديمي العشرين للرابطة أمس السبت بمراكش أن انعقاد هذا الجمع يأتي بعد 14 سنة من إطلاق أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس لدينامية تجديد الحقل الديني، وإسهاما في تعزيز صرح هذا التجديد وتثبيت دعائم الأمن الروحي للمملكة في إطار دستور المملكة الجديد. هذه المحطة تأتي في زمن قد بات ينظر فيه إلى هذا الدين باعتباره مولدا لكثير من الأمل، ولكن أيضا باتت تلصق به جملة من الأشياء قد نتجت عنها الإسلاموفوبيا ونتجت عنها عدد من الأمور غير الصائبة. هي محطة تقويمية ولكنها أيضا محطة يرام فيها وضع اللبنات والأسس للانتقال من الموجود إلى المنشود إن شاء الله. وتضمن جدول أعمال المجلس التداول حول سير أعمال المؤسسة مع عرض برنامج عمل المؤسسة ومشاريع المراكز البحثية والوحدات العلمية والبرامج التكوينية في مجالات العلوم الإسلامية وثوابت المرجعية للمملكة وبث المعرفة الدينية الآمنة لتعزيز نهج الوسطية والاعتدال لدى الشباب وتمكينهم من القيم البانية المسعفة في تحقيق السلم ونبذ العنف والتطرف والإسهام في تمنيعهم من مختلف أنواع الاختراق والانحراف.